السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الصغار، كيف حالكم اليوم؟ اليوم نلتقي في درس جديد من دروس اللغة العربية، وأتمنى أن تستمتعوا معي في هذا الدرس. لكن أولا دعونا نتذكر حرفنا السابق. إذا صغاري، في الأسبوع الماضي تعرفنا على حرف الياء. انظروا إلى حرف الياء، هذا هو ياء، أحسنتم. والآن صغاري، من خلال أنشودة الحرف الجديد تعرفنا على حرفنا الجديد، وهو حرف ماذا؟ انظروا هنا، هذا هو حرفنا الجديد، وهو حرف الضاد. رددوا ورائي، ضاد. انظر إلى شكل حرف الضاد، يشبه حرف الصاد، لكن الضاد لديه نقطة، أما الصاد لا يوجد لديه نقاط. صغيري انظر هنا إلى أشكال حرف الضاد. ضاد في آخر الكلمة لديه شكلان، ثم يأتي ضاد في أول الكلمة، ثم ضاد في وسط الكلمة. مرة أخرى صغيري، انظر إلى حرف الضاد، هذا هو الضاد. ردد ورائي، ضاد. نجد الضاد في سورة ضفدع، ضفدع. انظر إلى الضاد، جاء في أول الكلمة، أحسنت صغيري. أيضا نجد حرف الضاد في كلمة ضرس، ضرس، جاء في أول الكلمة. ونجد حرف الضاد في كلمة بيض، بيض. انظر إلى الضاد، جاء في آخر الكلمة. الآن صغيري سنلفظ حرف الضاد مع الحركات. ردد معي صغيري، ض، ضي، ضو، اض. مرة أخرى، ض، ضي، ضو، اض. أحسنت. أما الآن مع حروف الماد، ض، ضو، ضي. مرة أخرى، ضا، ضو، ضي. أحسنت. أما الآن صغيري، في كتاب المنهج للغة العربية سنقوم بحل الواجب صفحة رقم 106 و107. ولا تنسوا صغاري حرفنا لليوم، وهو ضاد. أشكر لكم صغاري متابعتي، وأشكر لكم حسن الاستماع، ولا ننسى حرفنا الجديد وهو ضاد. إلى اللقاء صغاري.